السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخ ومعلومة مع أم تسمية. الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة نفس اللي حصل في مذبحة إسماعيلية حصل النهاردة في دمياط، نفس المنهج اللي عمله عبد الرحمن دبور اتعمل النهاردة يا جماعة. اللي حصل في مشكلة حصلت في دمياط في ميدان كبير برضو زي ميدان إسماعيلية يا جماعة. اللي حصل إن في واحد هناك اسمه إبراهيم الأسود كان بيتخانق مع حد هناك، في مشكلة يعني بينهم وبين بعض ايا كان المشكلة. يعني الحد اللي كان بيتخانق معاه ده كان ماسك سيف كبير كده في ايده، فكان معاه ناس تانية، فالخناقة بقوا ماسكين في بعض بيضربوا في بعض. فالراجل اللي هو بيتخانق مع ابراهيم الاسود ده زي ما قلتلكوا مسك السيف وراح ماسك جاي عند ابراهيم اللي بقولكوا عليه ده، وراح ضارب كده في عند راسه، راح قطع له راسه في الشارع قدام الناس. طبعا الناس اول ما شافت كده جريت وراحت مسكت الناس اللي عملوا في الشخص ده كده كانوا عايزين يهربوا، مسكوهم وسلموهم للحكومة وهم دلوقتي في ايدين الشرطة. انا عايز اعرف بس يا جماعة، واحنا نفضل بقى القصة دي تتعاد؟ ده لسه يا جماعة ما يعني لسه ما بقالهاش كام اسبوع والموضوع قلب الدنيا والناس كلها كانت بتتكلم، يطلع لنا دلوقتي دمياط ويطلع لنا نفس الموضوع، يطلع لنا واحد مسك واحد وقطع راسه برضه في الشارع، نفس قصة إسماعيلية. مش هينفع يا جماعة، لازم أن يكون في عقاب رابع. هو كده كده إن شاء الله اللي بيعمل حاجة غلط هياخد جزاءه، والتاني اللي هو عبد الرحمن دبور زي ما قلتلكوا هياخد جزاءه وإن شاء الله ياخد إعدام، لأن ده قتل مع سبق الإصرار والترصد، ولا مريض نفسي زي ما قلتلكوا، ولا مجنون، ولا بياخد مخدرات، ولا أي حاجة من دي. فكده كده هياخد اعدام. والشخص اللي عمل كده النهارده في دمياط برضو اكيد هياخد اعدام يا جماعه، لان مش هينفع كل يوم نلاقي قصه من القصص دي في الشارع المصري، او مش هينفع كل يوم القصه دي تحصل كده عادي. ده حتى في واحد يا جماعه عمل كده بزوجته في بيتهم، يعني هو بيتخانق فيها وقال لها هتسكتي ولا اعمل فيكي زي ما بتاع اسماعيليه عمل، وراح قاطع راسها يا جماعه النهارده. بس ده كان في شقتهم، يعني كان خناقه زوجيه عاديه وراح عمل معاها كده. يعني ظاهرة أنا مش عارفة في إيه، يعني مش الحاجات دي جديدة علينا، عمرنا ما شفناها. وبعدين ده جرائم شنيعة يا جماعة، زي ما بيقول بقول لكم مسكوا الراجل وذبحوا راسه، كان ماسك سيف معاه سطور ولا مش عارفة سيف كبير كده، وراح مطير راس الراجل بيها في الشارع في ميدان برضه في دمياط، زي القصة بتاعت إسماعيلية بالظبط، نفس القصة بتتعاد يا جماعة. انا مستنيه رايكم في التعليقات على الفيديو ده، وربنا يستر وربنا ما نشوف البلاوي دي تاني، لان الواحد خلاص نفسيته تعبت من كتر الجرايم ومن كتر البلاوي اللي بقينا بنشوفها. وللاسف الناس بتقلد يا جماعه، للاسف الناس بتقلد في الوحش مش في الحلو. انا مستنيه رايكم في التعليقات على الفيديو ده.